إذا بنصبح عليكم مرة جديدة وين ما كنتوا عم بتابعونا، ويعني بدي أشكر كل اللي عم بتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. عنا متابعين من السويد، عنا متابعين من كافة أنحاء العالم. روزانا شكرا لكم جميعا دائما على تواصلكم، وإن شاء الله خلال حلقتنا راح نقرأ تعليقاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك. وإحنا بنرجع بنذكر إحنا معكم لايف على صفحة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. إحنا بنعرف قديش الفن مهم، وقديش الفن رسالة، وقديش خلال السنوات الماضية بلشنا نشوف أنه صار في اهتمام أكبر للفن، سواء عم نحكي عن الفن التشكيلي، عن أي نوع من الفنون الجميلة. الآن خلينا نرحب بضيفنا إحسان بندك الفنان التشكيلي. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير، سعيدين جدا بوجودك. وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة، يعني حقيقة يعني أنا بقدر هذه الاستضافة، وخاصة من قبل يعني التلفزيون الوطني اللي هو لازم هو يكون، يعني أنا باعتقادي هو اللي يعطي الاهتمام الأكبر في هذا المجال، لأنه نحن الوجه الحضاري طبعا كفنانين تشكيليين لهذا الوطن. صحيح. عموما أستاذ إحسان إحنا رح نتابع هذا التقرير ونبلش لقاء. الفن من أقدم الفنون وأرقاها حول العالم، واليوم نحن موجودين بمعرض فلسطين تاريخ وحضارة للفنان التشكيلي إحسان البندك، اللي حاب يظهر الجانب التراثي الفلسطيني من خلال رسوماته وإبداعاته. خليكم معنا. عم نشوف هالرسمات وهلا يعني الخيال الواسع للفنان إحسان، شو أكثر إشي لفتك بالمعرض؟ أكثر شيء لفت انتباهي الانطباع تبعه، إنه ما بين ميكست ما بين المدرسة الانطباعية والتجريدية، والخطوط والألوان اللي مستخدمها مميزة خاصة فيه، وفعلا إنه لوحاته جدا ناجحة، وتبني لموضوع القضية الفلسطينية والقدس بالذات شيء جميل جدا. صور من رسمه الخاص تعطي انطباع على عمق العلاقة مع الأرض الفلسطينية، وعلى أنه حقوقنا كفلسطينية في فلسطين. فكما يلاحظ في معظم الصور بتلاقي الأحرف العربية، هذا إثبات على أحقيتنا إحنا كفلسطينيين وعرب بفلسطين. هاي ميزة ممتازة، وأنا بحب أهني للفنان إحسان البندك على هذا الشعور اللي بذله اللي يطلع بواقع الصور اللي معروضة الآن. أنا ما عجبني في هذا المعرض على وجه الخصوص إنه الفنان هون كان بيشتغل على الهلال والصليب، كثير من الرسومات تبعه كانت تخص القدس، والقدس في ذهن كل مواطن خاصة هذه الأيام، يعني بالحصار اللي موجود على القدس. فهذا العلاقة بين الهلال والصليب في مدينة مقدسة زي القدس شيء جميل كثير، الفنان اشتغل عليها. معظم اللوحات اللي عنده أكثرها باللون الأسود والأبيض، بعض منها في ألوان زي هذه اللوحة وهذه بدون ألوان. السبب لأنه البناء هو أدخل العمارة كجزء من اللوحة.
فلسطين تاريخ وحضارة. يعني سيد إحسان، احنا شفنا تعليقات الناس عن هذا المعرض، رح نتحدث بداية عن هذا المعرض وفكرة تركيزك على موضوع فلسطين في هذا المعرض. طبعا بداية المعرض هي انه نعطي للناس انه الفكرة مدى ارتباط هذا الإنسان بهذا البناء بهذا الوجود، يعني قديش راسخ، يعني لا يعني ليش أنا استخدمت الألوان طبعا الرماديات والأسود لإعطاء مدى قدم هذا الوطن، مدى قدم يعني العراقة اللي موجودة. يعني بتعرف أنا حسيت كمان طبعاً ممكن يكون فيها شوية حزن كمان وألم على الواقع. هي موجود على أنه يعني اللون الأسود لا يعني الحزن ابدا، لانه استخدمت بعض الالوان اللي موجوده. نعم. يعني الالوان الموجوده اللي استخدمتها هي اعطاء انه الحياه لا زالت مستمره وموجوده. حتى الانسان مهما دخل في مشاكل ومهما تعرض لاشياء فدائما يعني الامل هو اللي موجود في العمل الفني، والامل بعطي الهوب للمستقبل. أكيد. بالنسبة لأي عمل تاني. بس هي الأسود والأبيض دلالة على القدم، على القدم ومدى، وليس الحزن. لا لا، دلالة على القدم ومدى عراقة هذا المكان والإنسان اللي موجود فيه. طيب سيد إحسان، دائما في الفن أو الفنان بيكون في عنده إلهام معين. نعم. بعيش بحالة معينة. الآن إحنا شفنا هذا المعرض كان الوحي لفلسطين والحضارة والتاريخ اللي بيحمله. نعم. عادة ما إيش الأشياء اللي بتلهمك بالمعارض الثانية أو يعني هي شوف أحكي لك، عادة المعرض هو فكرة، وجود الفكرة تأخذ وقت أكثر من الرسم. يعني الواحد إذا يعني هو أي معرض يقام إذا ما كان مبني على فكرة معينة بيكون في نقطة ضعف في هذا الإشي. صح. فعملية الريسيرشنج وعملية البحث عن الفكرة هي أصعب من إقامة المعرض. يعني مرات كثير الواحد يعني بيجلس لمدة 6 أشهر أو سنة يبحث عن فكرة معينة. 6 أشهر لسنة وأكثر. واو. والتنفيذ قد يكون خلال أشهر قليلة. نعم. يعني مش معناته أنه هلأ يعني الفكرة تلعب دور رئيسي في العمل الفني وفي اللوحة الفنية، لأنه من غير فكرة لا يوجد. صح. يعني نحن هلأ نحن مش طلاب ننفذ بروجكت شايفينه قدامنا وانتهى الموضوع، لا، هي العملية أنك بدك تبني فكرة، بدك تعمل الريسيرشنج، والريسيرشنج عملية طويلة جدا، البحث عن الموضوع، البحث عن القدم، البحث عن الصور، العوامل المساعدة في إقامة هذا المشروع. نعم. فطبعا هاي العملية بتقوم يعني بتأخذ بجوز شهر شهرين لمدة سنة، ولكن عندما تكتمل هاي الفكرة وعملية البحث يعني التعب في الريسيرشنج أكتر، وهذا بجوز تثقفنا عليه من خلال دراستنا. يعني هلا حضرتك سيد إحسان، يعني احنا دائما بنحكي انه الفن الهام، الواحد بدخل بحاله معينه، حاله عشق، حاله معينه. نعم. بحضرتك هل كان الموضوع هو هوايه ولا كان دراسه ولا لا؟ هي انا موضوع دراسه كامله، يعني بلشت دراسه الفن، يعني انا خريج عده مراحل من دراسات عليا في الفنون الجميله ما شاء الله، ومريت خلال هذه الفتره يعني كفتره اكاديميه لا تقل عن 30 سنه مستمرة. وطبعا الاختلاط يعني الفنان يستفيد من عدة شغلات اللي هي الدراسة واختلاطه بمجموعة كبيرة من الفنانين الآخرين. مزبوط. فهي المدارس المختلفة اللي بتكون حواليك قديش بجوز ثقفك أكثر من دراستك الجامعية في بعض الأحيان. صحيح. فنحن قديش بنقدر نشوف، يعني نحن في الأردن يعني بصراحة فرصنا كتير كانت حلوة، لأنه استطاع الأردن أنه يستقطب أعداد كبيرة من الفنانين من كافة أنحاء الوطن العربي. العراق، من العراق، من العراق ومن سوريا ومن لبنان ومن حتى شمال إفريقيا. يعني الأردن أصبح مركز للفن التشكيلي، وهذا فخر لنا طبعا. طبعا. وهذا الإشي كمان كان فائدة لأي فنان أردني، أنت مجرد ما تقابلي مجموعة كبيرة من الفنانين يوميا أو خلال الأسبوع 3-4 فنانين جداد من دول عربية، هناك 3-4 مدارس، هناك 3-4 أفكار جديدة بتطور الواحد. إحنا عم نشوف هلأ صار في تقدير أكتر للفن والفن التشكيلي، صرنا نشوف معارض عم تقام بشكل أكبر. نعم. صرنا عم نشوف في تسليط ضوء أكتر على الفن والفنانين. هل عم تشعر هذا الشيء؟ عم تحس إنه حتى المدارس عم بتقدر هذا الشيء بالتعليم؟ يعني هو المدارس في التعليم يعني أشك فيها. لا صعب. يعني لا زالت الفكرة يعني بعيد شوي. نعم. ولكن بالنسبة عمان أصبحت عاصمة للفن في الوطن العربي، أعداد الجاليريات تضاعفت وتضاعفت. صح. وتضاعفت، والإنسان قديش بزور معارض، قديش بتثقف على معارض، قديش يعني أنا دائما بحكي لأصدقاء كتير بيكونوا مش حابين يروحوا، بقول لهم مجرد ما تزور أول مرة شو تتعلم 3-4 كلمات جديدة بالفن، المرة الثانية راح تزيدهم،
بس المرة العاشرة راح تصير تروح قبلي، لأنك أنت راح ثقفت على هذا الإشي. صح، تذوق الفن. وتذوق الفن، يعني الإنسان يعني لازم إنه يتدرب كيف يتذوق الفن. حتى ما بيصير منه خلاص يقول أنا لا هاي بدي إياها وهاي بدي إياها. هي عملية دراسية وعملية تذوق، وكل ما انتقلت من مرحلة لمرحلة في مجال الفنون الجميلة توجد حالك أكثر أدوكيت. طيب حضرتك سيد إحسان مثلت الأردن بأكثر من مكان وأكثر من معرض دولي، فخلينا نتحدث أيضا عن مشاركاتك. طبعا أنا مثلت الأردن في الهند معرض إندرا غاندي، وكانت مشاركة كتير جميلة، اشتركت فيها وزارة الثقافة ورابطة الفنانين التشكيليين ومجموعة كبيرة من الفنانين، ويعني مش فنانين فقط تشكيليين، يعني فنانين موسيقى وفنانين دبكة وفنانين عدة هذا، ومثلنا الأردن بطريقة جميلة جدا، وكانت تجربة حلوة، لأنه الواحد حلو إنه يروح على بلد يعني أول مرة لسه يعني عاداتهم وتقاليدهم تختلف عن مناطق تانية نحن متعودين عليها. صح. فكانت يعني رائعة جدا بصراحة، وكان القبول بالنسبة لنا كتير رائع، يعني نحن يعني الشعوب تحترم بعضها بشكل خيالي. صح. وبتحب بعضها وبتحب تستفيد من بعضها بشكل كامل. يعني أنا دائما بحكي إنه هي الفن لغة موحدة، يعني لغة العالم، الرسم بالضبط، يعني هي الفن لغة عالمية مثل الموسيقى مثل أي شغلات تانية مثل الكتابة مثل الشعر. بتأثر فيها الإنسان هون وبتأثر فيها الإنسان. يعني شوف الكتابة أو الشعر بحس إنه هي كلام، يعني بالنهاية أنت بتترجمه بينتقل بلغات تانية، لكن الفن التشكيلي الفن هو أكتر. بالضبط، 100%. يعني هو الإنسان متفهم الفن التشكيلي بشكل كبير جدا. صح. ووجود يعني هلا مش مهم إنك أنت مجرد ما تنظر إلى اللوحة تفكر فيها بطريقتك، بس هذا مش مهم إنه يعني تفكر فيها بطريقتي أنا كمان. تاني يوم ممكن تستمتع فيها بشغلات تانية، لأنه اللوحة هي عبارة عن قصة وفكرة. بعدين أنا وياك ممكن نشوف نفس اللوحة وأنا أشرحها بطريقتي وأنت تشرحها طبعا بطريقة الواحد تاني. هذا مش غلط، وخاصة في مجال الفن الحديث، يعني صح. يعني أنت تتأثر بألوان معينة بفكر معين وبتشوفيها من زوايا، بجوز الفنان نفسه يستفيد من رؤيتك، لأنه كتير شغلات مرات الإنسان أنت ممكن تشوفيها بطريقة وأنا الرسام ما كنتش شايفها. مزبوط. وهذا يعني نحن نستفيد من هذه الإشياء، يعني مجرد ما أنا يعني مجرد حضوري في المعرض ومجرد انتقادات الناس أو مجرد إنه الناس علقوا على شغلة معينة أنا بحطها دائما بالاعتبار. بتستقبل التعليقات؟ طبعا بستقبلها بشكل هذا وبجوز أفكر فيها، ولكن مثل ما أنت حكيت يعني هلا نحن عملية الريسيرشنج للموضوع، بعدين الرسم لما الإبداع بتم بعملية التنفيذ، يعني وأنت تنفذي بجوز يعجبك لون أو ما يعجبكش لون أو هذا، بتيجي الأفكار وبتتوالى الأفكار في أيام معينة. بس هذا مش معناته انه يعني فاينلي، يعني الواحد ممكن يقوم بالتغيير. انا كثير من لوحاتي بغير يعني بعد اسبوع بعد 10 ايام بتيجي فكره جديده. طبعا يعني هذه انا عندي لوحه من لوحاتي تقريبا سنتين كثير بدلت عليها وغيرت. والله يا ريتك جبت لنا هيك مجموعه من اللوحات، كان يعني بهمني. يعني انا كل احترامكم طبعا، ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله بحاول اقدم لكم مجموعه جديده من اللوحات، وانا بشتغل على عده ستايلات يعني. نعم. الفيلينج تبعي يعني انا داخل في عده مدارس فنيه بين الواقعيه والتجريد وهذا والانطباعية. اللي سمعناه ايضا بالتقرير والانطباعية يعني. بحاول ابسط الامور لانه الناس اصلا بحاله لتبسيط ما ترى، يعني بصراحة الإنسان عنده مشاكلها وعنده إزعاجاتها الكثيرة، فإذا نحن ما بسطنا لهم وما استطعنا أن نوصلهم الفكرة بشكل جميل بتكون في مشكلة فيها. أكيد 100%. إحنا سيد إحسان يعني جدا سعيدين بوجودك معنا، يعني وأنا دائما بحكي أنه أي شخص بداخله بحس بالفن أو الفنون مش غلط يتعلم بأي عمر، مش هيك يعني؟ لا يعني أنا لما رحت درست في الجامعة كان جنبي طالب عمره 70 سنة. واو. في شيكاغو كان يعني انا كنت كان بالنسبه لي شاق، يعني صدمه يعني اشوف واحد زي انا كنت يعني لسه صغير يعني 19 20 هو 70، بس هو جاي كان ياخذ سم كورسز يعني، بس هو كان مبسوط ومستمتع وكان انتاجه الفني رائع. طب انا بشوف كمان في اطفال مثلا صغار بيكونوا بعمر 3-4 سنوات بتحس انه بلشت عندهم هاي الموهبه كمان. هلا بالنسبه للموهبه، هي فكره الموهبه نحن عاده عائلاتنا كانوا يعتبروا الولد عندهم موهوب بجميع الحالات دائما موهوب هو مش بحاجة لأنه يدرس فن. نعم. وهذه المشكلة، بتلاقي أنه الطفل من عمر 5 سنين وصار عمره 20 و25 سنة بضلوا يشتغل في نفس المستوى اللي كان يشتغل فيه بخمس سنين. العملية التعليم بتطور الإنسان، ليش ما يتطور خلال 4-5 سنين بدل ما يتطور ب20-30 سنة؟ صحيح. والفكرة الجديدة كمان أنه المطروحة أنه التعليم يعني الهواية لا تزيد عن 10%.
مظبوط، والباقي هو ممارسة. والباقي يعني في نسبة 90% دراسة أكاديمية ودراسة فكرية، كيف الواحد يقرأ الشكل وهذا. ولا كان الواحد لما يروح على الجامعة إذا شافوا عنده موهبة بيبعطوه شهادة البكالوريوس مرة فما بتزبطش. صح، فلازم الناس. وبعدين أنا دائما بركز على شغلة تانية، إنه الطفل أو أي إنسان بده يتعلم رسم مش ضروري يطلع فنان، بحسن خطوطه، بوسع خياله، بطور مقداره، يعني هي جزء من العملية التعليمية على فكرة. وهي مش شرط أنه يكون عنده هاي الموهبة أنه بس برسم أو بس عنده، ممكن هو يطورها ويستخدمها بطرق عديدة. طبعا بطرق عديدة وبكل أنواع دراسته، حتى لو درس طب بحاجة له أنه يكون عنده خيال واسع وتدقيق وشغلات زيك وتخطيط. أكيد، فهذا هو الفنان تشكيلي إحسان بندك. إحنا سعيدين جدا بوجودك. أنا سعيد أكثر، ويعني حقيقة يعني هاي الاستضافة أسعدتني. وإحنا سعيدين، وأنا يعني نحن في أي نحن كفنانين تشكيليين خدمة طبعا الإعلام، لأنه هو الوجه الحضاري لهذا الوطن. والله أنتم الوجه الحضاري دائما، الفن والفنانين أنتم. مستعدين لأي تعاون يعني إذا هذا، نحن كمان مستعدين لأي. إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا، ويعني معرضك فلسطين تاريخ وحضارة كان فعلا شيء مميز. شكرا لإلك. شكرا جزيلا. شكرا لكم. أهلا وسهلا.